الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ينجو بها قائلها من عذاب الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، انكم تستقبلون في هذه الايام أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم، والأضحية الواحدة تغني عن الرجل وأهل بيته، ولا حاجة أن يضحي كل واحد لنفسه حتى ولو كان عندهم مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة، وكان أهل بيته تسع نسوة ومع ذلك لم يضحي إلا بأضحية واحدة صلوات الله وسلامه عليه. أما الأضحية الثانية فضحى بها عن أمته، جزاه الله عنها أفضل الجزاء. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا من أراد أن يفعل السنة بقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظفار وحلق العانة فليبادر قبل أن تدخل عشر، لأنه إذا دخلت العشر فإنه لا يأخذ من هذه شيئا، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.